ناس يجيبون تراثهم السعودي في الجامعة وتراثهم اللي من خارج مصر يجيبون يحتفلون فيه. حلو. فكنت كنت هناك المقدم الرسمي. سوينا العرضة السامرية، سوينا السامري، سوينا عرضة الملك اللي بالسيف اسمها. يسموها هذه ناس اسمها. نجدية. نجدية. زير، دخلت الزير. محاورة. في مصر. جبتها في مصر. اللي حضروا. تخطيطي. اللي حضروا جميع الجنسيات، مصري، كويتي، إماراتي، هندي. أقسم بالله، أقسم بالله في المدرج هنود، فيه يمن، والله في يمن، وفي عراقيين، فيه من شمال أفريقيا، صومال، كلهم درسوا بنفس الجامعة، إثيوبيا، كل معي متنوعة. ياد ياد أقسم بالله يا العلي يعني نحز في خاطر. موضوع ما طلعت أنا، حتى أنا. راقد. والله. ما وينه؟ شوف العلياني أعرفه من قبل البرنامج، حلو. حلو. ما قد فصل علي في حياته مثل ما فصل علي اليوم. أجي أقول له ياد تكفى تطلع في البث. توقع الله روح عني، انت شايفني نفس شايف اول مره اشوف ذي الوضع. انا ملاحظ عليه بس انا بصل قرانه ضايقت. تدري ايش اللي قطع كبدي؟ الفقره. فقره لا مو الفقره، تدري والله الفقره اللي تغبو نتاع. تدري ايش اللي قطع كبدي؟ انا خليك من الفقره، كنت اساسيه برنامج بس تدري ايش اللي قطع كبدي؟ اساسيه برنامج تكسرك، ضيق بخاطرك. اساسيه برنامج اخي ما تقدر تسوي، بس هو ودنا خصم علينا يا اخويا، بس انه هو الرجال. لو انك محل بتخصم يا حسين؟ لا كم تبعد نجران من هنا؟ 1000 كيلو. 1000 كيلو لو إن. تدري إيش اللي قطع كبدي؟ لو نقول مثلاً أمك جات من 1000 كيلو عشان تشوفك مع أخوانك، بتخصم على واحد من خيالك 10,000 ترحل براين. كلنا. كلنا ما جينا. كلنا داري خوي وشي عنده وأنا وشي، كل ما حد جي عنده طول الله يبغى ينافس يبغى يصبر. أتسبب أنا خوي؟ لا والله ما أنا متسبب. لكن شوف أنا هو مجرح مجرحني طول عمره صب صغير يقول لك كذا تعال تعال تعال. لا يا اختي 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 كلها مسح دموعك. لقيت ورده، والله اني لاقيها في الجلسه هناك محلهم ورده، اني عرفت انهم بيعطونها عبد الله سعيد. اخذتها وحطيتها على الجنب، قلت لا شفت عبد الله سعيد مروق اعطيته. انا والله جرحني، والله العظيم جرحني. انا ما قطع كبدي، قطع كبدي صدق صدق والله العظيم. الله ما يشيل له الولد. تعال 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 تعال، هذا اللي جرحني صح. تدري سلام. السلام الرحمة. إذا تسمح لي يا قلبي. والله إني مؤمن. سمحت لي. مؤمن. تصير. إيش تسالفون فيه؟ نسالف فقرة اللمس حقت علياني. حقت من؟ حقت يا وجودي. يا ده ضيق عليه تكفى. كلنا ضيق. أنا جاني أمس الصدق ضقت مرتين. من متعب رقعان يوم يقولون أبو رقعان. يطالبون باستبعاده. يطالبون باستبعاده. متعب قايم في الرياليتي فوق تحت ما تزين الجلسة إلا أبو برقعان أول شيء بدون قصرهم في الشباب. عبد الله العلياني برض عبد الله ترى أثر علينا بشكل لا تقولوا له الخير الصدق والله العظيم. وجود عبد الله في أي جلسة يزيدها ويعطيها روح فكاهية حلوة. أي والله. حتى لو تلقاه معصب تلقاه رايح الصدق ترى يعطيه روح فكاهية أحسن منها ما فيه. والله العظيم انها ضيقة فؤاد. احنا تدري ايش اللي نتمنى؟ نتمنى ان عبد الله العلياني يطلع الهلا ياخذ معهم لو كان يعطونه 8 ساعات ولا حولها. ما نبي 8 ساعات، نبي ساعتين. ساعتين يروح الهلا يسلم عليهم تكي معهم شوي ويجي ولا 3 ما بتضر بشيء لو كان من نقاطه. انا اعرف عبد الله بيقدم. متعب رقعان انا اعرف الموضوع اللي بينه وبين علمني اياه. ايوه اللي بينه وبين محمد لانه خاص، موضوع خاص. انا ودي انه يصرح به. لا والله انا ودي لا يصرح. والله العظيم لا ما يصلح، ما يصلح انه يصرح به. لانه شيء راجع له، الشخص ما يبي شيء يصرح به. انا بامكاني ذا الحين اقبع ام السالفه يعني ولا علي في متعب. بس علمك حاجه طلع النبي وانا مالي له 15 يوم صح؟ ايه شفت متعب والله العظيم انه اطيب قلب وانظف قلب وروحهم يرحم البعيد قبل القريب. هذا اللي اكتشفته متعب. تشوف متعب ذا يا ابو عبد الله والثاني يتاثر من اي شيء. متعب ولا اقطع وردك حسين، متعب والله يا عيال، والله والله انه ما يصحيني من النوم، ما يصحيني تكفيخ. انت جاي من الطايف وابوك يتابعك وامك تتابعك وما ادري وما حاط فيك الهقاوي بشره بسعده وانت راقد. قم قم. هو 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 شفت هو يا وجه الله يا الأمة اللي وصتني عليه. ناس واجد موصيني على متعب.
اخوه عبد الرحمن يا فؤاد خلني اعلمك يا فؤاد متعب ليش تراقد صحه ما ينام ما شاء الله انا في وجه الله اقسم بالله ان ظني انا اجي الصدق يعني كل يوم يخرقني 5 مرات 6 مرات متعب متعب كذا يعطيها وضعيه الميت اقول به كذا يسوي زي كذا يعطيها وضعيه الميت متعب صح صح تكفى برقعه يا ولد ليه يا اخي كم يجلس في البث نومه ثقيل يجلس من الساعه 5 بعد صلاه العصر لين الساعه بيني بينك تلخبط نومه بعد ما طلع يوم اخذ المركز الاول 8 ساعات تلخبط نومه شوي بيرجع ان شاء الله انا ذا الحين رقد يعني بيقوم ان شاء الله وريالتي وحياه لكن من ناحيه عبد الله بس انه متضايق عبد الله اقسم بالله اني حاولت عد الوضع 198 الف مره منفس منفس يا انه منفس تعرف اللي مكتوم ولد كأنه في عزاء يا ولد كأنه في عزاء عبد الله يمين يسار لين لين لا تلومه حاولت يا ولد حاولت كذا انا يا فؤاد الصدق ما داني اشوف الشخص يعني متضايق ولا شيء والله العظيم يلام يا اخي ما يلام بس انا اقول لك انا يا فؤاد ما داني ما يعني الصدق انا فؤاد انكتم اذا شفت واحد ضايق شفت فلان وفلان وفلان ضايقين والله العظيم اني احاول اني ادخل عليهم السرور ذا وذا وذا طاك اذا ما طاك قدرت طاك نرفزت اليوم ليه والله نرفزت من ايش متضايق ومنسدح ومكبول مغبون يا ولد قم يا خالد ولد متضايق بعد عنه خله لين ما ينشرح صدره ويمشي يا اخي انا ابغى اشوف يا ولد قم تكفى يا عبد الله تكفى بس تعزني يعزك ويقدرك لكن لا تنشف حلقك يا اخي انشف في حلقه ابغى الرجال يغير عقلي ما يغير ويطلع بالبث قال كذا علي بسال دقيقه بسال سؤال علي من ناحيه علي من ناحيه شفت شخص متضايق شفت شخص كذا تشوف انت حاول اني ضيقه في وجهه متضايق ما يبي انت وش دورك هنا والله بحاول اني ارفعه شوي اضحك معه ضحك حلو ايوه احاول اطلعه من النطاق اللي هو فيه قوم خلينا نروح نجلس هنا نروح نجلس هنا قال لك لا تكفى والله ما في خاطري في البث تكفى ابو مناحي مره بودي غير احاول الحين في قناه ايه والله بحاول قال مره قفل معه لين ما الرجال اذا جيت هو قفل معي يروح بجلس معه بسولف معه شوي بعدين ايش تقولكم والله يرحم والديك خلينا نتكلم تخانقنا بجلس بسولف معه شوي اضحك احاول اضحك كذا واجيبه في سالفه الضحك كذا احاول ارفع لين يطلع معي يا ولد الأودمي مكبوت عبد الله سعيد والله يا رجل احد يلومه يا رجل جيت امه من 1200 كيلو يا رجل انا اشهد والله العظيم عن امي اقرب من ديرتي اقرب من ديرته والله لدينا لونها جايه نضيق واني في العاده اظهر على البث يمكن يوم كامل اي والله صدق يا رجل صدق شوف لو ما انا عارف سياسه البرنامج رحت سياسه البرنامج رحت يا رجل ما في احد الا له احساس يا رجل صدقت صدق حين امه هي في مقام امنا وضقنا عشان ولدها صدقت كيف عاد لونها امي والله جايتني واشوف اخواني عندي ولا قدرت يقولوا له تعال ولا تبكي والله لولا احترام لفقرة وازع واحترام للقناة والكيان وذا انت تشوف العيال كلهم داخلين مبارك اليوم وانا اول اقسم بالله قطع علينا والله العظيم شوف اقول ذي وشي منه ترى من طيحتي رجال بغى يدوخ انا طحت اليوم ابي امسك فطي شوف شفتهم سقط بغى يدوخ والله العظيم انه بغى يدوخ انكتم انكتم نرد على الرجال يا رجال يا ولد تلومونه ما له تدري ليه عشان قد جرب الموقف ابو عيال بعد بس تدري في شيء من عبد الله سعيد والله اني ادق له تحيه اقول له كفو احترم محمد المسرد واحترم فقرته وحضرها صح مع الاخويا ما يبغى يخاصم علي حضرها اقول بيض الله وجهه وان شاء الله ان القناه بيسمحوا له يطلع لو ساعه ولا ساعتين يروح يشوفها لا يتكي معهم شوي ويعود والله مو قصدي والله ما هو بوقت بث عادي يعني لو ذا الحين يعطونا خبر ونكلم الرجال يروح اي انا شوف والله العظيم شوف القناه ما نسوي السياسه دي ونحن بنجيبها لك ونطلعك بعد البث صح صح بس يا ولد الضيقه يا ولد صح الضيقه بس هو جاي من عندها من ناكي هي تدعمه بالنجاح تبي ربه يشد حيله ويفلح ما تبيه تضايق الحين بالحق نقول الحين تلقاها ضايقه ذا الحين الصدق وانت لايمها شاله في صدرها على عبد الله تدري ليه تدري ليه لا ما يمشي الله بس متضايقه متضايق جيت من هناك وكان ابي اقابله وكان ابي اسعده ويوم جيت هنا شفتها تضايق ترى الام زياده اي صح الام يا ريجي والله الذي لا اله الا هو تحنك من الشوكه
الشوك وده ان الشوكه في عينه ولا تجي في رجلك. صدق الله يطول باعمارهم يرزقنا بالجنة ان شاء الله ويخليهم لنا ان شاء الله. امين طال عمرك. فاحنا موقفنا مع اخوينا لازم احنا نضحك. الموقف ليس موقف واحد الاثنين ايش متعب وعبد الله متعب متعب الامور طيبه ان شاء الله وما بيستبعدونه متعب باذن الله. لا ان شاء الله ما مستبعدين. وان كان باستبعاد ولا شيء فهذا له سين وجواب. احنا بنعرف كيف نتصرف باذن الله. ان شاء الله ما مستبعدين. باذن الله ما مستبعدين. احنا نحترم سياسه البرنامج ونحترم كل شيء لكن احنا بعد اخوينا ونحن راضيين انه يظهر. انا اشهد. قد عماد الله 40 يوم ووقل بعد. جل من لا يخطي. اي بالله. جل من لا يخطي. اي بالله. انا والله شفت النقد الليل يوم بس اني ادري متعب ما هو مخطي ولا هو مسوين خطا. متعب تعرفه ما يحب يشيل اللي في خاطر احد. ما يحب يشيل اللي في خاطر. انا الحين تزاعلت معه ما اقعد شوي ليه جايني. يا رجال متعب قلبه طيب. ايه. انا ادري ما شباب شوي. خذ راحتك. بس اليوم في شيء. بالله تكفون يا عيال خلينا نقفل على الموضوع انا تعبت خلاص انا تعبت نفسيا. انا انسان ابغى اقول نكته واللي ما يضحك والله العظيم اني لا اخذ الطاوله واتفاهم حلو قبلتها في ذمك حلو بسم الله حتى يسال عن شيء لا لا تكت ما حندر شباب ايش بنكته منو انت فؤاد وعبد الرحمن جاكم حد من صدق قابلتها ايوه